فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية وأن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات لم تشمل بما يكفي من مع الأسف جميع فئات المجتمع المغربي. ويعلم الله أنني أتألم شخصيا ما دامت فئة من المغاربة ولو أصبحت 1% تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة. لذلك أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية وللنهوض بالسياسات الاجتماعية والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة. ويعلم الله أنني أتألم شخصيا ما دامت فئة من المغاربة ولو أصبحت 1% تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة. لذلك أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية وللنهوض بالسياسات الاجتماعية.